يبدو أن الاتفاق وصل إلى نهايته بين المكونات السياسية في السودان، هل تعتقد بأن هذا الاتفاق سيتم دكتور فاتح؟ طيب، الاتفاق هو سبقه اتفاق إطاري تم التوقيع عليه في شهر ديسمبر، قبل شهر من الآن، في 5 ديسمبر من العام الماضي 2022، وهذا تكملة له، إنه حيصلوا يعني يناقشوا التفاصيل في 4 قضايا أساسية ذكرت تقريركم. وأمس أول أمس بدأ الجلسات للمناقشة. من المبكر جدا أن نقول إنه وصل إلى نهايته، لأنه يكمن الشيطان في التفاصيل، لأنه في قضايا تعتبر معضلات والشارع ينتظر كيف سوف تساق في شكلها النهائي، ومن ضمنها العدالة الانتقالية وتصفية النظام 30 من يونيو النظام السابق. فدين من القضيتين يعني قبل أن ندخل في التفاصيل وبالقضايا التي سيتم مناقشتها بين كافة الأطراف دكتور الفاتح، بالنسبة للمواقف، المواقف إيجابية حيال الاتفاق من العسكريين ومن المدنيين. أي نعم، المواقف إيجابية. تم التوقيع على الاتفاق في 5 ديسمبر من الجانبين برضا كامل، المكون العسكري بشقيه الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ممثلة في حميدتي، المكون المدني ممثل في قوى الحرية والتغيير وقعوا على هذا الاتفاق اللي هو قوى المجلس المركزي، فالكتلتين وقعوا برعاية دولية من الآلية الثلاثية والمبادرة الرباعية، يعني بوجود ضامن وراعي دولي لهذا الاتفاق. نعم، بالنسبة للقضايا، لو تحدثنا عن مسألة العدالة والعدالة الانتقالية، ما المقصود بها هنا دكتور الفاتح؟ طيب، العدالة مقصود بها العدالة من يعني من حدوث انقلاب 30 يونيو في 1989 لأكثر من 30 عاماً. أما العدالة الانتقالية فمقصود بها الفترة الحكم الانتقالي، وتحديدا مقصود بها الفترة الحكم فيها البرهان من يوم 29 أكتوبر 2021 حتى الآن، اللي هي فترة بتاعت قرابة 16 شهرا. قامت القوات اللي هو كان وما زال هي السلطة الحاكمة، سلطة الانقلاب، وقامت بقتل عدد من الشباب، بلغ عددهم حتى الآن في الذين خرجوا للتظاهر بشكل سلمي 21 شاب وشابة. فهي مقصود بها الفترة الانتقالية. وما قبل 21 أكتوبر برضو في جرائم بتاعت فض الاعتصام في أبريل 2000 يونيو 2019. كل القضايا اللي كان فيها بعد سقوط البشير مقصود بها العدالة الانتقالية، والمختفين قصرا وفي المعتقلات، كل هؤلاء في الفترة من سقوط البشير حتى الآن مقصود بها العدالة الانتقالية.